بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا طبعا في معرض طرابلس اليوم، لقيت الشركة اللي هي الجزائرية القطرية للصلب. طبعا ما عندهمش وكيل في ليبيا، ولكن ينزلوا للتجار، فيش داعي لذكر التجار، ولكن الجريد عندهم جريد 40 اللي هو زي حديد مصراطة، وعندهم جريد 60. طبعا جريد 60 عامة طلبيات ما يخدموش فيه بخدمة العادية، ولكن اللي لفت انتباهي ان 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 حديد الثمانية لما تجي تركز فيه على سبيل المثال، تركز فيه تلقى التجليخ متاعه أو السنون متاعه مختلفات عن الحديد العادي، يعني الجودة واضحة في الشغل صراحة. طبعا المميز فيه اللي هم الحروف اللي هي AQS اللي هم Algerian Qatari Steel، يعني الجزائري القطري للصلب أو الحديد الجزائري القطري. طبعا السعر ما عرفتاش أنا في السوق هنا ونسمع به، لكن أنا مشفتاش مستخدمتاش، ولكن الواضح إن هو يعني مصنع على مستوى ديامتر من 8 لحد 40. عندك حديد العشرة والاثناشر نخدمه، بيكتر فيه نخدمه بالاثناش والاربعتاش وأحيانا بالستاش، تمام. حديد 8، وعندهم طبعا اللفايف، طبعا يعني لفايف من 5.5. نشوف فيه يعني نشوف نشوف فيه لو سعره منافس يكون، وحد يدير لنا ليه اختبارات هنا في السوق، ياخذ عينات من السوق يكون كويس. كاين العينات كاين؟ ايه لا، احنا نفضل ناخذ عينات من السوق احنا اللي هنا، من يعني اللي موجود قدامي، مش عينات المصنع اللي يسموا فيه اللي هو الثيرد بارت، يعني الطرف الثالث يدير اختبار. فصراحة انا عجبني الشغل. مكان وين في الجزائر موجود؟ جيجل. جيجل. ولاية جيجل. يا سيدي تشرفنا بك، الاسم الكريم. كريم. أهلا وسهلا بك يا كريم، تشرفنا بك، تشرفنا بأخوتنا في الجزائر كلهم أحبابنا، الأمة الإسلامية إن شاء الله كلها أمة واحدة، تمام. إن شاء الله ربي يبارك لكم في رزقكم، وإن شاء الله يكون بيناتنا تعاون، يعني مشكور جدا، بارك الله فيك حبيبي، ماشي.